السلام عليكم ابو ثامر. عليكم السلام. احنا الان في حراج الطيور وشايفك جالس هنا. قلت لي اسمك؟ عبد الله محمد ابو الريش. محمد علي ابو الريش. ابو الريش هنا قلت لي للاشياء بعد مؤسسه طال عمرك، مؤسسه ابو الريش اللي هي مؤسستي انا. ايه نحن نستورد طال عمرك من الصين بضائع، ونستورع من ايطاليا من المانيا. الشغلات هذه كل ما يخص الزمات الطيور، كل ما يخص الطيور. قبلها كنت تتعامل فين؟ كنت اعمل في قوات الجويه. انت كنت ثاني دفعه من خريج الدفعه الثانيه باكستان. نعم. وقالين قعدت نقيب واشتغلت. ابا انا بتحدث، انا ايش اللي خلاني ارجع لك؟ لفت نظري يوم قلت لي ابو الريش، سالتك عن ابو الريش اللي كان بالطائف اللي دخل الكهرباء. اعطيني عن الكلام هذا. الوالد إيه؟ ومن قبله جدي. ايه هم جدك ايش اسمه؟ جدي حامد ابو الريش. حامد جدي حامد اول من جاء قبل الكهرباء، قبل شركه إيه؟ الكهرباء. إيه؟ اول من سوى الاضاءه او جابوا الاضاءه كانوا يجيبوا الاتاريك من المانيا، فكانوا يجيبوا الاتاريك من المانيا ودخلوا الاضاءه طال عمرك برضو للحرم. للحرم المكي. الحرم مكي ومسجله هذه موجوده. وانتم بين كنتوا بين مكه وبين الطائف. احنا نولع طال عمرك، نولع الاضاءه مكه والطائف وجده الى رابغ. الى رابغ. الى رابغ. الى رابغ. اللي دخلها جدك ولا ابوك؟ اللي دخلها طال عمرك ابوي. ابوك. ابوي. مع اخوانه ولا لوحده؟ الا مع اخوانه. اللي هم مع عبد الله ومع حسين ابو الريش. اصغر منه ولا اكبر؟ لا اصغر منه. ابويا هو باسمه اللي كان ياخذها. إيه؟ العقد مع البلديه. مع البلديه. نعم. إيه؟ دخل الكهرباء فين بعدين؟ بعد مكه دخلها. بعدين اول كهرباء دخلت في الطائف. اول في الطائف. في الطائف. بعدين مكه. فين؟ الطائف كله ولا جزء منه؟ والله الطائف اكثر شيء طال عمرك جهه قروه وما قروه والمناطق. إيه المحلات هذه. ايوه نعم. إيه وشار إيه وما إيه كان في جبالي كمان. نعم. إيه. فين كنتوا ساكنين في الطائف؟ لكم كنا في السليمانية. نعم السليمانية منطقة يسموها بارحة الزرقي. فين جنبكم بيت مين تتذكر؟ جنبنا طال عمرك المفتي. إيه. جنبنا الزرقي. بيت الأفندي؟ الزرقي. والله ما افتكر الأفندي. إيه. الزرقي. إيه. افتكر أنا الزرقي. إيه. عائلة الزرقي. إيه. كانوا موجودين هناك. إيه. في البرحة يعني كنت تطلع الطائف ذاك الوقت؟ ايوه كنا نجي الصيفية هنا. كانت الصيفية 4 شهور الإجازة. ايه تطلع الطائف. نطلع الطائف. تطلع الطائف. بعدين اتهدت السليمانية. طبعا اتهدت. إيه؟ السليمانية عشان التوسع. إيه؟ اللي صار. واشتريت عقارات في الطائف ولا خلاص مكة؟ والله ما عاد اشترينا في الطائف. ايه خلاص. إيه؟ رحنا مكة. رحتوا مكة خلاص. إيه؟ بس طول انت طفولتك طول طفولتك كنت تطلع الطائف. نطلع كل صيفية. ايام الطائف في عزه. وان شاء الله بعزه. ان شاء الله بعزه. نعم ان شاء الله بعزه. وبدا الان ما شاء الله انطلاقه سوق عقاب. انا لي الان في الطائف. نعم. طال عمرك حوالي 32 سنه ما شاء الله. اي عملك كنت في القاعده؟ انا كنت شغال في القاعده الجويه وتقعدت، ولا انا اشتغل هنا في المؤسسه حقتي. اي تتسلى وهذا وتعرف. نعم. الوقت والحمد لله في خير. في الله يديم الامن والامان. نعم. ان شاء الله. نعم. متعود على جو الطائف خلاص ما عاد تقدر. احب الطائف. احب الطائف. نعم. طيب ايش اللي حبيت يعني؟ ايش اللي ليه ما رحت مكه؟ ليه ما رحت؟ والله هي اول شيء طال عمرك كان الجو رايح هنا. ايوه. بعدين مكه وجده ما هي بعيده، كلها 70 80 كيلو. انا اطلع اشرب انزل اشرب الشاي واطلع. ايوه. أيوه. نعم. الحمد لله في طريق الهدى، في طريق السيل، والخطوط جميله. اولادك ما شاء الله دحين؟ اولادي كلهم كبار ما شاء الله. أيوه. كلهم جامعين ما شاء الله. موظفين. ما شاء الله. نعم. الله يطول في عمرك ويعطيك الصحه والعافيه ويبارك لك في اولادك وفي مالك وفي بدنك. جزاك الله خير. فرصة سعيدة ان تعرفنا عليك واخذنا الحديث الجميل هذا. تشرفنا يا سيدي. الله يسلمك. الله يعطيك العافيه. حياك الله.